على سياحة أو على شغل راح نرجع بانطباع جدا حلو، لأن طبعا هذه يعتبر بلدنا الثاني وأهل الكرم والنشامة وما قصروا. وبداية أحب يعني أشكر جميع الجهات الرسمية من البحرين على تسهيل عملية مرور الجسر، وزارة الشباب والرياضة والنادي وإدارة الجسر ما قصروا معنا، وهذه أول فريق بحريني يطلع من البيت إلى بحر الميت. يعني قطعوا الجماعة كأول فريق بحريني مكون من 9 أشخاص من نادي البحرين للدراجات النارية، قطعوا مسافة 1920 كيلو من البيت إلى بحر الميت. هذه إنجاز.
فوق يا ابو زيد يا ابو زيد وقفه وقفه مجموع روحك في البلد وكل لها الله شاهد.